وصلنا للأسف لليوم الأخير من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، 12 يوم شهد من خلالها المعرض أكثر من 3.25 مليون زائر. وكان من أكثر السمات المميزة في المعرض أنه ليه فعاليات خاصة بيه، في فعاليات الطفل، مسرح وغنى وجلسات حكي وحفلات توقيع. وكانت قاعة 5 واحدة من أكثر الأماكن اللي شافت إقبال خلال المعرض. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من أستاذ مصطفى غنايم، مسؤول جناح الطفل بمعرض الكتاب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بصباح. يا أهلا بيك يا فندم. أول حاجة مبروك على العدد الكبير قوي اللي احنا شفناه في معرض الكتاب. يمكن اللي راح المعرض شاف الأسرة كلها فعلا متواجدة في المعرض، يعني كل الناس حابة إن هي تروح وتشوف المعرض عامل ازاي، واللي ما راحش النهارده اخر يوم، يعني اخر فرصه ليك. يعني في البدايه حابين نعرف عن صاله 5 اكتر واقسامها ايه؟ هو زي ابرز الانشطه كمان. طبعا زي ما حضرتك ما قلتي، الاقبال فاق كل التوقعات، والرهان دايما على الوعي وثقافه الجمهور المصري دايما كسبان. يعني تقام هذه الدوره الـ54 من معرض القاهره الدولي للكتاب في ظل هذه الاحداث الاقتصاديه اللي مر بها العالم عامه، وتجد هذا الإقبال يعني المتزايد على كل أنشطة المعرض، والجمهور المتوافد لشراء الكتب أو حضور الفعاليات والندوات الثقافية. فده طبعا كان شيء فخر جدا لمصر أن تنظم مثل هذا الحدث الدولي الكبير في ظل هذه الأجواء، ونجد هذا الحضور اللافت للنظر، واللي هو يعني مش جديد على الجمهور المصري، وخاصة لما تزامن معرض القاهرة الدولي للكتاب مع إجازة نصف العام الدراسي، فده أتاح أيضا الفرصة إلى الأسرة المصرية كلها وطلاب الجامعات وطلاب المدارس. ودي كانت نقطة طبعا بشيد بيها باللجنة المنظمة برئاسة معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة، واللجنتين العليا الإدارية العليا والاستشارية العليا، اللي طبعا عملت منذ وقت طويل جدا على الإعداد والتنظيم سواء الفعاليات الثقافية أو لإقامة المعرض في هذا التوقيت. طيب لو هنتكلم عن الفعاليات اللي تمت، عدد الفعاليات وعدد الاطفال، يعني احنا بنتكلم في 3 مليون زائر او تخطوا 3 مليون زائر، الاطفال نسبتهم قد ايه؟ يعني طبعا احنا الفعاليات بالنسبه لفعاليات الطفل تجاوزت 209 فعاليه. 209 فعاليه في خلال 12 يوم موزعه على يعني لو عايز اصطحب حضراتكم واصطحب كده الجمهور، اول ما ندخل من المعرض نتوجه الى قاعه 5. نجد صالة 5 هي معرض كتاب الطفل. يعني من العام الماضي بقى في قاعة مخصصة لكتاب الطفل، كأننا في معرض كتاب داخل المعرض خاص بكل دور النشر والكتب والإصدارات المصرية والعربية حتى الأجنبية والمترجمة في الجناح. يتوسط هذا الجناح الكيدز إيريا منطقة الفعاليات الثقافية. لو عايز أصطحبكم مع بعض كده نتخيل المكان، نجد إن في 4 أركان: ركن للورش التفاعلية، ركن الورش الحكي والفنون القولية، ركن للورش الفنية، وأيضا ركن للمسرح والعروض الفنية. بقول لحضراتكم والسادة المشاهدين 209 فعالية. مثلا ركن الحكي والفنون القولية 51 فعالية حكي حول كتب وأدب ورسوم الأطفال. ركن العروض الفنية 25 عرض فني ومسرحي، الأراجوز، العرائس، الماريونيت، أوبريت مثلا سجل حلمك لبكرة، أنشطة وموسيقى وغناء متنوعة للطفل. 86 ورشة للفن، الرسم والتلوين والتشكيل والأورجامي والصلصال. الأطفال يشاركون يعني يرسمون، هم اللي يبدعون. أيضا نفس الوقت عندنا ركن الورش التفاعلية، أكثر من 51 ورشة تفاعلية مع الأطفال. ما اهم ما يميز الجناح والاقبال الجماهيري ان انا بقول عليه هو جناح الاسره. جناح الاسره المصريه، ليس جناح الطفل، لان الطفل لن ياتي بمفرده. ولذلك حرصت اللجنه العليا للمعرض واللجنه الثقافيه لانشطه الطفل ان تكون الفعاليات متنوعه، تخدم كل الشرائح العمريه للاطفال، سواء من يعني عايز اقول من سن 3 سنوات هتلاقي موجود، 6 سنوات حتى ال 15 سنه معانا شباب واكثر، يعني اللي هم اليافعين مشاركين في الانشطه. فهو جناح الاسره المصريه. كمان اللجنه العليا او اللجنه الثقافيه للمعرض حطت انشطه للاولاد، يعني مشكله العلاج لدى الاطفال، توجيه سلوك الاطفال، كيف تختار غذائك الصحي، مثلا توجيه السلوك الايجابي لدى الطفل. يعني فهو بقول لحضرتك هذا ما ادى الى هذا التفاعل وهذا الجمهور. نقطه اخرى ان يعني نجاح المعرض هو ان الطفل
ليس متلقيا، ليس متلقيا، لا بالعكس هو مشارك، هو متفاعل، هو متفاعل، هو الذي يرسم، هو الذي يبدع، هو الذي يقوم بالتشكيل، هو الذي يحاور كبار الكتاب والرسامين حول الأعمال. كمان من الأنشطة المتميزة هذا العام في جناح الطفل، أنا بتكلم على الإقبال، أن نجد الطفل الذي يجلس على المنصة. 12 فعالية مقامة للمبدع الصغير، هم احتفاء بالأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي. الطفل لم يعد متفرجا، الطفل اليوم جالس على المنصة كاتب ورسام بيتحدث عن كيف تقدم للجائزة وكيف فاز وحلمه ومشروعه للمستقبل. الطفل هو الذي يحاور الأطفال، الأطفال يحاور، ملهم كمان لأطفال تانية. نعم ملهم، وكمان بنقول له إن إزاي أنت لازم تكمل، أنت لست مبدعا صغيرا، أنت مبدع كبير. إذا حصلت على هذه الجائزة وأنت في هذه السن الصغيرة في الرسم أو التلوين أو التأليف، المسرح، القصة القصيرة، الأشعار، الغناء، الموسيقى، أنت على أول الطريق، عليك أن تكمل، عليك أن تكون لك هدف، أن يعني يكون لديك مثل أعلى، تحاول أن تكون كاتبا كبيرا أيضا في هذا المجال. احتفاء بهؤلاء الأولاد وهم الذين يتحدثون مع أطفال، وأطفال مثلهم بيسألوهم عن القصة وعن الكتاب. فإذا كان الطفل هو بطل هذا الجناح فهو الذي، لأنه مشارك وأنه متفاعل وأنه هو الذي يعني يحرك هذه الفعاليات. وكل الفعاليات التي وضعتها اللجنة الثقافية لأنشطة الطفل هي للطفل ومن الطفل وبالطفل أيضا. إيه قصة الواقع الافتراضي والرسوم المتحركة؟ طبعا نقطة جميلة جدا. يعني المعرض كان هناك أهداف في البرنامج الثقافي، البرنامج الثقافي ليس مجرد حشو فعاليات فقط، ولكن هناك استراتيجية وهناك رؤية. لأن اللجنة الثقافية لأنشطة الطفل التي شكلها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة مكونة من مجموعة من الكتاب والمثقفين والإداريين، حابب أقولهم عشان أشكرهم لأن جهدهم أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر بيشتغلوا على هذا البرنامج. الكاتب الأستاذ محمد عبد الحافظ نصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الكاتب الكبير الأستاذ أحمد زحام، الكاتبة الكبيرة رئيس تحرير مجلة قطر الندى الأستاذة نجلاء علام، أيضا الدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الطفل في وزارة الأوقاف، الكاتب والباحث الأستاذ أحمد توفيق وعبد لله. يعني كل الشكر ليكم طبعا جميعا، وكل التحية ليكم على هذا المجهود الكبير. طبعا ده واجبنا ودورنا يعني لإمتاع الطفل وإفادته. فزي ما حضرتك قلت الواقع الافتراضي، اللجنة وضعت عدة محاور منها ترسيخ الهوية المصرية، أيضا المحتوى الرقمي والتفاعلي، لأننا الآن على أعتاب الجمهورية الجديدة فلابد أن يكون العلم. حتى الورش التفاعلية كانت هناك ورش علمية، تجارب علمية يقوم بها مركز الطفل الحضارة والإبداع وأيضا دولة ضيف الشرف الأردن، تجارب عملية على المسرح، اختفاء الماء، البركان، اللافا لاند، تجارب. من ضمن الأنشطة اللي حضرتك بتقول عليها الفي آر، في ار هي عباره عن واقع افتراضي بيجلس الطفل ايضا امام كاميرات يعني يشاهد افلام كرتونيه لبعض القصص الاطفال فيعيش. طبعا احنا جنب الى جنب مع ترسيخ الهويه ايضا في الرقمنه، ولان هذا الطفل لابد ان نخاطبه بالوسائط التي الفها والتي تعود عليها، اصبح الان اللابتوب والايباد وكل أكيد. هذه الاشياء فالطفل يعيش في عالم افتراضي بافلام كرتونيه بطريقه بتقنيه 3D، يجد طبعا قصص كرتونيه يتفاعل معها ايضا كل يوم. كمان زي ما قلت لحضرتك الورش العلميه التفاعليه والتجارب العلميه، كمان ندوات على المحتوى الرقمي وتمكين ذوي الهمم. كان في اللجنه الثقافيه لانشطه الطفل حرصت على ان تكون لدينا عدد كبير من الفعاليات الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، وتم في ذلك التعاون مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، ورش رسم وتلوين وباتش ويرك وايضا عروض فنيه يشارك فيها هؤلاء ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه، يعني يكون هناك دمج بين هؤلاء الاطفال وغيرهم. فهناك عدد كبير من المحاور. ايضا نقطه مهمه جدا في البرنامج الثقافي وهي الضيوف العرب، يعني حرصت اللجنة العليا للمعرض على أن يكون هناك استضافة لعدد كبير من يعني كتاب وفناني ومبدعي أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، حتى تعود أو تظل أو تأكيد على الريادة المصرية، وليس طبعا هناك شك من ذلك. نجد لدينا ضيف الشرف الأردن ممثل بفعاليات في الجناح، والكاتبة الكبيرة تغريد النجار وهي من أهم كتاب الأطفال في مصر والعالم العربي، تحضر إلى ركن الحكي وتحكي مع الأطفال المصريين وتفاعلوا معهم. نجد أيضا ضيف الشرف الأردن يقدم عروض مسرحية في جناح الطفل ويقدم تجارب
علمية، كيف نقرأ ورشة كيف نقرأ لأطفالنا، نجد الكاتب اللبناني طارق البكري والكاتبة السورية أيضا خولة موجودة معنا، نجد أيضا الكاتبة الكويتية أمل الرندي، ونجد الفنان نزار القمري، دكتور نزار القمري، والعرائسية الفنانة جيهان اللجمي، تجارب وورش حكي وصناعة الدمى وعروض فنية وتفاعلية من الدول العربية. عظيم، متبادل الثقافات كمان بين كل هؤلاء. بس في نقطة بس كنت عايز أتكلم فيها مع حضرتك. طبعا عدد مش قليل من الأطفال اللي كان موجود في هذه الفعاليات، وإحنا شفنا كل الكلام طبعاً. ده إحنا مهم نعرف إزاي أطفالنا بيفكروا في إيه، وإيه أكتر حاجة شدتهم، وأعتقد إن دي فرصة كويسة نعرف من خلال كل هذه الفعاليات إيه أكتر فعالية كان عليها إقبال من الأطفال. ركن الفي آر الكاميرات ده حاجة، المحتوى الرقمي ده، التجارب العلمية اللي قلت لحضرتك، العروض الفنية والمسرحية، كمان الورش اللي هما بيرسموا في رسم على الوجه. يعني عندنا الفنان أحمد عبد النعيم تعالى نرسم لحجتك، يجلس مع الطفل ويرسمه ويرسم صورته ويكتب اسمه عليها والطفل ياخد الصورة بتاعته. عايز أقول كل الأنشطة الأنشطة تغذي كل هذه الملكات الإبداعية، تفجر طاقته، تفجر موهبته، تضعهم أمام الكتاب، قدام المبدع الصغير، امام المحتوى الرقمي. يعني كل الانشطه بصراحه، يعني لو حضرتك اكيد وحضرتك زرت وشفت حضرتك في الجناح، كل الانشطه عليها اقبال كبير جدا جدا. التفاعل، الطفل يجلس هنا فيرسم ويشكل بالصلصال، يصنع اورجامي بالفوم، ثم ينتقل الى يجد العروض المسرحيه، يجد الفي ار، ثم التجارب العلميه، يجلس مع المبدع الصغير، انشطه تزاول الهمم، انشطه لتنوعها وثرائها، يجعل كل تنمي كل المواهب وكل القدرات بتاع الاطفال الموجوده. عايز اشير برضو في نقطه واشيد بنقطه مهمه جدا، تضافر كل الجهود. لو حضراتكم قلت لكم ان احنا عندنا اكثر من 20 جهه شاركت في ومؤسسه من الوزارات المعنيه يعني تكوين الانسان والوجدان، هتلاقي عندنا وزاره الثقافه ممثله بكل قطاعاتها في الجناح، وزاره التربيه والتعليم سكتش تحضر للاخضر. عايز اقول لحضراتكم ايضا ان الورش الفنيه كانت تحت شعار تحضر للاخضر. وهذا هو يعني الجديد هذا العام، ان اللجنه قامت بعدد محاور معينه، مستهدفات معينه، تارجت معين احنا عايزين نوصل له، في رؤيه معينه، فنضع هذه المحاور ونشتغل عليها. زي ما حضرتك قلت، الهويه، المحتوى الرقمي، انشطه ذوي الهمم، الضيوف العرب، الورش التفاعليه، زي ما بقول لحضرتك كل هذه الاشياء كانت موجوده مستهدفه. عشان يمكن عشان كده احنا شفنا 3.5 مليون او 3.25 مليون زائر السنه دي، ويمكن ده اكتر بمليون وربع من السنه اللي فاتت. وكل سنه بنشوف وعي اكتر من المصريين، بنشوف كمان على فكره السنه دي كان في جنسيات مختلفه بتشارك في المعرض، اللي راح المعرض يمكن شافه، اللي ما راحش يعني ما تفوتش الفرصه دي السنه الجايه بقى. في الحقيقه النجاح الكبير ده كان سببه ناس واخده الموضوع بجد جدا، وعارفين اهميه المعرض قد ايه، وقد ايه الاطفال بتستنى يمكن من السنه للسنه عشان تحضر فعاليات مهمه زي دي. بنشكرك على مجهودك الاستاذ مصطفى غنايم، مسؤول جناح الطفل بمعرض الكتاب. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا ليك يا فندم.